مساء الخير حبيبتي المشاهدين، تحياتي لكم من اوربت جيم استديوكم، اخوكم كابتن نوار النعيمي، تحياتي لزميلات وزملاء في استوديو برنامج استراحة الظهيرة. لاري المصطبة معروفة بكل مكان وكل قاعة موجودة، يعني اكيد بكل قاعة موجودة. طبعا هاي المصطبة مخصصة لعضلة البايسبس والتمرين الكيرلات، جهاز ممتاز. ميزته هو بان يسوي عزل عضلي. شنو عزل عضلي؟ يعني انت من تاخذ بايسبس ماكو داعي تمرجع ايدك لان الايد مستنده، فشغله تقريبا نقول 95% على البايسبس عزل عضلي خرافي يا اخوان. لكن شنو مشكلته؟ شوف يعني من تاخذ بالبار الاعتيادي او الزد انت قاعد تاخذ اعتيادي، ممتاز. شنو المشكله كابتن؟ المشكله انا اختلف فيها كل شوي، المشكله بين اكو باي ده يشتغل اكثر من باي، لان انت بحركه الايدين الاثنين احتمال اكو ذراع قاعد ترفع وزن بنسبه اكثر من ذراع، وهاي مشكله بالجهاز او بالبار. شنو حل هاي المشكله؟ فلذلك تشوف بعض الناس يشكون بان ذراعه ضعيفه، اليمنى اقوى من اليسرى، اقوى من اليمنى، اليمنى اليسرى وبالعكس. ليش؟ على الاغلب بسبب انت يمناوي او يسراوي، فالايد تستخدمها دائما تكون اقوى من الايد الضعيفه. على الاغلب ما راح تتطور، راح تشوفها دائما الايد الثانيه المسك منها ضعيفه. شنو الحل؟ هذا الحل عزيزي. الحل هو تاخذك، موضوع سهل، عزل تمرين 100%، بس ياخذ وقت، لكن الوقت اللي تستثمره به كلش ممتاز. شوفوا وياي، اول شيء من ياخذوه، هواي ناس ياخذوه بهاي الطريقه، شوف يطلع. عزيزي لازم تضبط المكان اللي يجي عليه الاكس، لازم تقعد جانبي بهاي الطريقه، الوضعيه شويه ضحك، والايد عدله، تحاول منطقه هاي المنطقه تكون مستنده، ثم بهاي الطريقه الايد الثانيه لها دور كلش قوي، تسند كتفك بهاي الطريقه، موضوع توازن، من ايدك كامل تطلع تنزل. واحد اثنين، اخوان هسه اقدر اخذ بيلو الصبح. ثلاث اربع، ممتاز. ضرب ايد الثانيه نفس الطريقة، الإيد عدلة لا هي يمين لا يسار، ثم تنزل. واحد اثنين، ممتازة. واحد راح يقول كابتن شقد تنزل المد الحركي بهذا التمرين؟ مهم، هواي ناس يقولون انزل للأخير كامل هيك. عزيزي بنزولك الأخير ما بفائدة، أنت قاعد خاطر شغلتين، يا إما يصير عندك تمزق بالعضلات، يا إما الذراع تسوي رأس، يعني توصل نقطة الصفر اللي هي ترتاح. لا تخليها ترتاح، دائما قبل ما توصل اطلع. شوف وياي هذا الكامل، حتى باع مفصل يدنا، هذا ثلاث ارباع، ثلاث ارباع، ممتاز. تمرين كلش حلو، تمرين سهل، ماكو اسهل من هيك. ليش تمارين اذا ما تدخلها بجدولك التدريبي يفوتك هوايه؟ هيش تمرين يشتغل على كل عضله بايسبس على حده. افضل تكرار لهذا التمرين هو تكرار عالي، 4 في 15، 3 في 15، 4 في 12 كيفك، لكن لا تاخذ 8. ونصيحه، لا تاخذ بوزن مبالغ به. بعض الاخوان يسوون هاي الطريقه، يصعد لوزن عالي كلش، يقعد بهاي الطريقه، خطا، لا تخلي مسافه بينك وبين لاري مستند، ثم يطلع هيك ويساعد نفسه. عزيزي ليش تساعد نفسك؟ أخذها بالوزن تقدر عليه، أنت هدفك هو تمزيق جزيئات بالعضلات. ليش تخلي هاي الذراع تساعد؟ أخذ على قد وزنك ولا تساعد نفسك. بعض التمارين تحتاج مساعدة مثل البنج المستوي، السكوات، وتحديد آخر دفعة. فيش تمارين ما تحتاج مساعدة، تحتاج تمرين بالعقل. إن شاء الله ما طولنا عليكم، تحياتي لكم، انتقال لزملاء وزملاء في استوديو برنامج استراحة الظهيرة.